أكدت وزارة السياحة والآثار الانتهاء من الاستعدادات النهائية لحفل طريق الكباش واللي من المنتظر إقامته الساعة 7:30 مساء بكرة الخميس إن شاء الله في ظل إجراءات احترازية ضد كورونا. وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تفقد معابد الأقصر والكرنك للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للتجهيزات النهائية الخاصة بفعالية الأقصر طريق الكباش. ده في إطار الزيارات المكثفة اللي بيقوم بها الوزير لمدينة الأقصر تمهيدا للحفل العالمي. وأكد وزير السياحة على أن مصر بترحب بالسائحين من جميع دول العالم وجاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية اللي بيتم تطبيقها بكل دقة وصرامة لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين وكذلك العاملين بالقطاع السياحي. طيب احنا معانا لمزيد من التفاصيل الدكتور فتحي ياسين مدير اثار مصر العليا بوزاره السياحه والاثار. اهلا بيك يا دكتور فتحي وصباح الخير عليك يا فندم. يا اهلا بيك يا فندم. اهلا بسيادتك. صباح الفل على حضرتك. طبعا بنبارك مقدما على الحدث الكبير والمهم، واكيد الساعات الاخيره بيكون فيها تفاصيل كتير جدا وقد تكون الصوره بدات تكون مكتمله. نعرف من حضرتك يعني اهم التفاصيل المتعلقه بحفل تدشين طريق الكباش وايه الجديد اللي ممكن يشوفه المواطن المصري أو المواطن في العالم كله طبعاً اللي بيتابع عبر الشاشات اللي هيحصل في المدينة التاريخية العظيمة مدينة الأقصر. الله يبارك في حضرتك يا فندم ونبارك للشعب المصري عامة على هذا الحدث العالمي. احنا حضرتك قد تكون عندنا كل تفاصيل بيقف عليها معالي الوزير لحظة بلحظة، فاحنا قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله بإذن الله في احتفالية عالمية هيكون فيها تجسيد للموكب لموكب الأوبت أو احتفالات الأوبت اللي هي كانت في تاريخ مصر القديم، واللي احنا بنفخر ان كل الدولة كانت وراء افتتاح هذا الطريق لأنه أول مرة بيفتتح للعالم أقدم طريق وأثري مصري بيفتتح للأول مرة في هذه الفترة، فهتكون احتفالية حضرتك كل أجهزة الدولة وتكاتف فيها ليس الأثر فقط، وهناك بنية تحتية على أعلى مستوى ده كلها في خدمة السائح. تفاصيل الحدث نفسه حضرتك بيكون لأول مرة هيعلن عن طريق الكباش وتجسيد لهذه الاحتفالية اللي كانت بتعمل منذ أكثر من 4000 سنة. طب يمكن يا دكتور فتحي أكيد البروفات شغالة بقى لها فترة، عايز أعرف من حضرتك ربما بعض الكواليس عن طبيعة حفل الافتتاح، وأكيد الناس كلها برضو متذكرة طبعا موكب المومياوات الملكية، واكيد منتظرين برضو ان احنا نكون هنعمل خطوه جديده او نعمل حاجه احدث او افخم من اللي احنا شفناه طبعا، وكان مشهد عالمي. من خلال بقى البروفات حضرتك شايف الدنيا ممكن تكون شكلها ازاي؟ حضرتك كما ذكرت الكل اشاد بالاحتفاليه بتاعت موكب المومياوات. هنا حضرتك لا اقدر اكده ان هذه الاحتفاليه باذن الله هتفوق موكب المومياوات بمراحل. ده احنا يعني كنا وصلنا لقمة الانبهار في الحدث الاولاني. حضرتك يبقى هتوصل لاعلى من القمة في الحدث ده. يا رب. ده اللي اقدر نقوله في هذه التفاصيل، لكن حضرتك هنا بيكون ليس فقط ان هو هظهر كيف احتفالية طريق الكباش فقط او معرض طريق الكباش فقط، لكن هتسلط الضوء على كل الحضارة المصرية التي تفرد بها مدينة الاقصر شرقا وغربا بما فيها حتى وقتنا هذا بنظر كل مظاهر الجمال في هذه المدينة، فبالتالي حضرتك العالم حينبهر. وزي ما كنا احنا مبسوطين ان هو موكب المومياوات زاد من الوعي المصري بقيمة الآثار المصرية القديمة وبتاريخه، هذه المرة هيكون أكثر وأكثر وأكثر وعالمين مردودة هيكون أكثر وأكثر وأكثر. طب ده فندم ربما الاستعداد على الصعيد الرسمي، إنما على الصعيد الشعبي أهالي الأقصر إزاي مستقبلين الحدث وإزاي هم كمان كانوا يد عون تساعد حضراتكم طبعا في إكمال الصورة بالشكل الأمثل؟ من البنية التحتية أساسا فيها مشاركة معنا أبناء الأقصر وفرحين من المرممين والمرممات حضرتك وأثريين وأثريات، وبما فيها الاحتفالية نفسها من تجسيد لهذه الموكب برضو حضرتك من أهالي الأقصر أو مشارك فيها أهل الأقصر، وقد يكون كل حضرتك هنا أقدر أمسؤولك بفرح. الفرح ده كله بيشارك فيه وكله بيشارك باهتمام وفرح في نفس الوقت، لأنه حضرتك ده
قد يكون منذ أكثر من شهرين كل ما هو في الأقصر بيتحدث عن هذه الاحتفالية، ومبسوط أنه بيشوف كله بيتطور في خدمة هذه الاحتفالية. هل في فندم شخصيات عالمية على المستوى الفني أو حتى على المستوى العام هتكون حاضرة هذه الاحتفالية؟ لو في مثلا أسماء بشخصيات بعينها؟ بكل تأكيد لا هيكون فيه، لكن بعينها ما يعني حضرتك، لكن بكل تأكيد هيكون فيه. هيكون هنا بأنه ليس فقط أنه شخصيات عالمية، هتبقى مصرية وأجنبية حتى على المستوى الفني، على المستوى الصعيد الثقافي والمستوى الفني والمستوى الحضاري.